تنظم الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة برنامجا تدريبيا لطلاب وطالبات الجامعات ضمن برنامج فاليو، وذلك من أجل صقل مهارات التخاطب للطلاب وإكسابهم القدرة على التواصل مع المجتمع والتعريف بالنفس. ويعد برنامج فاليو برنامجا تفاعليا تقدمه مؤسسة حياة كريمة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لطلاب وطالبات الجامعات المصرية المختلفة. محاضرة عن تسويق الذات، وده كان يعني حاجة كويسة إن أكون موجود هنا، وأنا أحاول يعني أطوع كل كلمة بستفاد منها في إن الحاجة دي تفيد المجتمع وتفيدني على مدار شغلي، وخصوصا إن أنا موجود في مؤسسة حياة كريمة، ومن أولويات دوري يعني إن هو إن أتواصل بشكل فعال مع الناس أعرف مشاكلهم. المحاضرات هنا أكيد هتعود بالفايدة عليا. ليا الشرف إن أنا أبقى في حياة كريمة، في مؤسسة حياة كريمة الأكاديمية الوطنية. اتعلمت إن امبارح بادئين من امبارح إن عملية التواصل ازاي مع المجتمع، ازاي أوصلهم من عملية التنمية، وإن أتعامل مع الناس بشكل كويس وأوصل لهم المعلومات اللي أنا استفدتها من الأكاديمية. اتعلمنا إن إحنا ازاي نبقى قيادات صالحة، وازاي إن إحنا أساسا نوفر لنفسنا العوامل اللي تخلينا نساعد المجتمع، ازاي أكون شخصية مؤثرة، ازاي أسوق لنفسي، وازاي إن أنا أخدم المجتمع بتاعي بأفضل شكل ممكن. هتفيدني قوي في مجالي. الفوق بتاعنا 3 أيام تدريب. امبارح خدنا كوميونيكيشن سكيلز ازاي ننميها فينا وازاي تفيدنا في حياتنا، وبصراحه هتفيدني قوي في مؤسسه حاجه كريمه كمان ان انا اقدر اتعامل عادي مع طبقات مختلفه واوصلهم رساله حاجه كريمه بطريقه صح. بالنسبه للنهارده تطوير الذات، ازاي اطور من ذاتي، ازاي اعمل اصلا ماركتنج لنفسي، ازاي تفيدني في شغلي وتوصلني ليفل اعلى من اللي انا فيه. وخدنا محاضره عن البرزنتيشن وازاي نتعامل مع الجمهور ونبقى عندنا ثقة بالنفس واحنا بنتكلم ونبقى عارفين نتعامل كويس. والنهارده خدنا محاضرة عن تسويق الذات وازاي نعرف نوظف سلوكنا مع الناس وازاي نعرف نحترم آراء بعض برضه، وحقيقة كانت مفيدة جدا. مجموعة التدريبات اللي بتتم حاليا في الأكاديمية الوطنية للتدريب لبرنامج فاليو الخاص بحياة كريمة للشباب على مستوى جمهورية مصر العربية، أعتقد إن هي هتبقى من أهم يعني المعارف اللي بتدخل للشباب في الوقت الحالي لقطاع عريض جدا من الشباب. ليه هي من الأهم؟ لأن الشباب دول بيتم التركيز على مهاراتهم في العمل التطوعي، بيتم التركيز على مهاراتهم في تسويق يعني مهاراتهم الجيدة في وسط المجتمعات اللي هم موجودين فيها.